ظاهرة الاكتضاض في المدارس العمومية للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة. تفضلوا سيد النائب المحترم. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، لا يخفى عليكم سيد الوزير أن مدارسنا العمومية أصبحت تعاني من عدة ظواهر هيكلية، خاصة الاكتضاض والنقص الحاصل في الأطور التربوية والإدارية والحجرات الدراسية، وهو ما يعتبر تراجعاً عن التزامات هذه الحكومة القضاء على هذه الظواهر، بحيث لا يسمح لها مثلاً أن يتجاوز عدد تلامذة القسم الواحد 30 تلميذ، في حين تجاوز هذا الرقم حالياً 50 تلميذ، الأمر الذي أصبح معه جودات التعليم على المحك بل ومجرد شعارات يراد بها استغلال الأغلبية الساحقة من المجتمع المغربي التي لا تقوى على مجارات التعليم التطبيقي للمدارس الحرة لبلادنا. وأمام هذه الوضعية وسائلكم سيد الوزير المحترم عن الإجراءات التي تتخذونها مستقبلا لتوفير تعليم عادل وذي جودة عالية لجميع أبناء المغاربة. شكرا. سيد الوزير، جوابكم على السؤال. شكرا سيد الرئيس. سيد النائب المحترم، لابد من التذكير في البداية وتنويه بالمجهود اللي قامت به الدولة أولا في تعميم التعليم، المجهود الكبير لمنح جميع المغاربة إمكانية التمدرس بعد التعميم اللحظة للجودة، وفي إطار هذه الجودة وكمقاربة أولية للجودة هو تقليص من الاكتضاض. الاكتضاض اللي عبرت عليه سيدنا المحترم كان في 2016، من 2016 لدابا تم توظيف 85 ألف أستاذ إطار أكاديمي اللي غادي نسدوا به هذا الاكتضاض. تم إحداث سنويا اكثر من 100 مؤسسه ايضا. المعايير ديال الجوده اللي اليوم راينا هو اقل من 30 في السنه الاولى والثانيه ابتدائي، اقل من 34 في الاقسام الاخرى ديال الابتدائي، واقل من 36 في الاعدادي والتاهيلي. اللي يمكن لي نقول لكم هو اليوم 88% ديال الاقسام هما اقل من 36، عندنا فقط 1% من 45 ل 50. احنا سنويا نطالب ب 25000 منصب، وزاره الماليه كتمنحنا 15000. هذا الاكتضاض اللي كنا غنقضيو عليه نهائيا في افق 2021 غادي نقضيو عليه ان شاء الله في 2023، ولكن الوتيره ماشيين فيها والتقليص ماشيين فيه والحمد لله. واليوم يمكن لي نقول لكم بان واحد عدد الاقسام اللي ما نسميها بالاقسام المخففه اللي اقل من 24% ولا سيما في العالم القروي. شكرا. تعقيب السيد النائب. تفضلوا. احنا سيد الوزير ما تنكروش المجهودات اللي قايمين بها من احسن الى احسن، ولكن السيد الوزير هادشي راه تنعيشوه وتنشاهدوه يوميا وخصوصا في العالم القروي. تيلا كيعطيوك السيد الوزير شي حاجه خاطئه، راه كاينه 50 وكثر، كاينه 56. ونعطيك السيد الوزير واحد النموذج كاين في الناحيه ديال مراكش في اكافي، واحد الاعداديه راه وصلت 50 56. راه حنا حرجنا هذوك المديرين وهذوك الاطر، ولكن الغالب الله لهذا السيد الوزير راه كاين العالم القروي اللي فيه واحد الخصص كبير. وشكرا. هل هناك تعقيب اضافي؟ لا. السيد الوزير فيما تبقى لكم من الوقت. السيد النائب المحترم، كان وعدك باش ان شاء الله غنشوفوا هذه الجامعه القرويه، هي جامعه قرويه، في اطار هذا التوظيف ديال هذه السنه غادي يتم ايضا استجابه لها باش نقلصوا من هذه الاعداد. الجانب الاخر اللي كنت باغي نطرق عليه ايضا في هذه المقاربه ديال الجوده كاين تقليص من الاقسام المشتركه، واليوم عندنا 88% ديال الاقسام اللي في مستويين اقل من 12% اللي المستوى الثاني والرابع.